السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام عبر قناة الرافدين، ونواصل تغطيتنا أو متابعتنا المستمرة الخاصة بالانتخابات النيابية المبكرة في العراق مع إعلان مفوضية الانتخابات قبل قليل أو الآن ربما في هذه اللحظات إغلاق الصناديق وعدم التوجه للتمديد في انتخابات تجرى وسط سخط وغليان شعبي من تردي الأوضاع في البلاد، والذي ترجم إلى إقبال ضعيف جدا في نسبة المشاركة بهذه الانتخابات. كانت بدايته طبعا في التصويت الخاص، ثم اتسعت الدعوات إلى المقاطعة التي استهلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. نجدد ترحيبنا بضيفنا بالاستوديو السيد نوري حمدان، الصحفي والباحث السياسي. شكرا، مرحبا بك. شكرا جزيلا لك من جديد، حياك الله. ونرحب أيضا بضيفنا من بغداد سيد عبد الله الفراجي، الصحفي العراقي. مرحبا بك أستاذ عبد الله. إذن أستاذ نوري، يعني مع إغلاق صناديق الانتخابات في العراق الآن، كيف تقيم ما جرى اليوم في هذه العملية الانتخابية؟ هل كانت هذه العملية الانتخابية سلسة كما وصفتها مفوضية الانتخابات؟ نعم، هي حقيقة يعني مفوضية الانتخابات وصفتها بالسلسة، ولكن أكو معيارين ممكن نقيم بها الإجراء العملية الانتخابية هي كانت سلسة أو غير سلسة. الخروقات التي ممكن أن تحدث أثناء الانتخابات، نعم، ونسبتها في حجم المشاركة، هذا كلش مهم. صحيح، نسبة المشاركة متدنية، لم تتجاوز 20 لحد الآن على الأقل، ما نعرف بعد التقرير مالتهم الأخير، ولكن هي لحد يعني. ربما أقل، حتى ربما أقل، بس احنا خلينا نقول متفائلين وياهم لأنهم ما يقولون هيك 20%. خلينا نقول هي لم تتجاوز 20 لحد الآن على الأقل وفق البيانات، بعد وراها تدقيق. هذه النسبة هي تحد أكيد من المشاكل التي ممكن حدوثها أثناء إجراء عملية الانتخابات. صحيح، فبالتالي تكون العملية سلسة، نسبة قليلة. صحيح، يعني نسبة قليلة. ووفق هذه النسبة احنا شنو شفنا خلال اليوم؟ شفنا تعطل الأجهزة. صحيح، أكثر من محطة تعطلت الأجهزة فيما بعد تم تصحيحها، وسمعنا يعني دعوات صوتية لرؤساء كتل سياسية يدعون المواطنين إلى البقاء، يعني جمهورهم الحزبي مو المواطنين، يدعون جمهورهم الحزبي إلى البقاء في مراكز الاقتراع لأنه راح تصلح هذه الأجهزة التي تم تعطيلها أو عطلت. هذا شيء يأشر أنه العملية السياسية لم تجري بسلاسة. نسبة المشاركة المتدنية هي نوع حسنت من هذا الأداء. لو كانت النسبة عالية كانت تعطلت كل الأجهزة ممكن، وحتى منع مراقبين، يعني منع المراقبين يمكن حسب لجنة المراقبين الدوليين. أكيد يعني هو إحنا موضوع السلاسة هسه في إجراء العملية، إجراء يعني العملية نفسها، موضوع المراقبين هاي تأخذ غير منحة يعني أو جانب آخر ممكن بحثه، ولكن في سير العملية الانتخابية هي واجهتها إشكاليات مع العدد المتدني من المشاركة. كيف إذا كانت المشاركة أعلى، بالإضافة إلى مشاجرات شهدنا فيديوهات، يعني تحدثنا أيضا قبل قليل مشاجرات صارت ما بين أنصار الكتل نفسها أمام مراكز الاقتراع، لأنه هذه الكتلة تروج لسين وهذه الكتلة تروج لصاد، وصارت اصطدامات بيناتهم. هذه مؤشرات غير مطمئنة، مقلقة، غير واضحة، لأنه قبل قليل أيضا شهدنا في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى على الجروبات مالت الفيسبوك فيديوهات نشرت على أنه أخبار سربت على أنه بعض مراكز الاقتراع تم السيطرة عليها من قبل قوات مسلحة تابعة لأحزاب، ووجهوا مراقبينهم البقاء في داخل هذه المراكز. ما نعرف إيش راح يصير بهذه المراكز، لأنه هذه كلها خروق انتخابية يعني. طبعا خصوصا مع غياب ملحوظ لمراقبي الانتخابات في عموم المراكز. يعني المراقبين الدوليين اللي يراقبوا الانتخابات يراقبوها في مراكز محددة، ترى ما مسموح لهم يراقبون بأي مكان. صحيح، حتى الصحفيين ما من حقهم يروحون بأي مركز، أكو مراكز محددة مهيئة لوجود هؤلاء. طبعا، ولا هو المشاكل وين تصير لحد؟ يعني انت تخيل المراقبين الدوليين والصحفيين يكونون في كل محافظة مثلا بخمس أو روح عشرة، نعم، عشر مراكز. هو احنا كم مركز عندنا؟ فوق 88 مركز. صحيح،
زين ذنيش من يراقبين وكم محطة بيهن تعبر 800 يعني 800 مركز محطة 500 مركز عدد كبير من المراقبين أكثر من 800 محطة وأكثر من 500 مركز اقتراع شنو نسبة 10 و20 وحتى 50 مركز يكون بمراقبين وخصوصا المراقبين الدوليين المهم يعني الرقابة الدولية شوف أنا تحدثت عن هذا الموضوع قبل ما تحدد موعد الانتخابات المتظاهرين تشرين أثناء المظاهرات بعض من دفع بتوجيههم إلى أنه يدعون إلى انتخابات برقابة دولية أو بإشراف دولي صحيح. كتبت لهم مقال بوقتها وقلت لهم صراحة أنه لا يوجد في النظام العالمي يعني بالأمم المتحدة إشراف دولي على انتخابات في أي دولة بالعالم إلا الدول المحتلة صحيح. إلا الدول المحتلة وإحنا اليوم ما نعتبر دولة محتلة رسميا دولة محتلة بس مو رسميا يعني هاي مراد لها تفكيك فعلا فإحنا ما يصير عندنا إشراف دولي شو يصير عندنا يصير عندنا رقابة دولية والرقابة الدولية ما تحدث إلا بطلب من الحكومة العراقية والحكومة العراقية ما طلبت حتى حكومة الكاظم إلا كشفنا هذا الأمر وتحدثنا عنه بشكل واضح بعدها صار طلب أنه الرقابة الدولية يجون خوش الرقابة الدولية من يجون فيديوهات هم انتشرت واني حكيتها قبل أكثر من 6 أشهر قلت المراقبين الدوليين ما راح يجون مثل ما أني وأنت نفطر بالشوارع ونروح للمراكز الاقتراع راح من يجون أكو شركات حماية تجي تحميهم وهي تحدد حركتهم لا الحكومة العراقية ولا ممثلة الأمم المتحدة الشركات الحماية هي تحدد حركة المراقب وفي مراكز يعني منتخبة رئيسية طبعا يقول لهم مثلا يجي خلي نقول مثلا هو استمع المراقب استمع من مواطن قال له ترى اكو تزور بفلان مركز وراد يروح له الشركة متمنعه ما نقدر نحميك هناك صحيح. فما يروح يعني المراقبة محددة في مراكز محددة لا تغني ولا تشبع يعني لا جدوى منها طبعا اكيد لا جدوى من عندها انا قلت لهم وقتها يعني اذا كان لابد بالمقال نفسه اذا كان لابد من اجراء الانتخابات فاعتمدوا على انفسكم انتم التشرينين بالمراقبه لانه ثوره القمصان البيض كانت ثوره يعني كبيره صحيح. طلبت الجامعات لما جوي نصروا المتظاهرين وملأوا شوارع بغداد بقميص ابيض هذا كان رائع وكبير جدا هذا اذا يتكرر في عمليه انتخابات انتم ارتضيتوها مو فرضت عليكم من القوى السياسيه الحاليه انتم ارتضيتوها هاي الرقابة راح تكون لكم ناصر ومعين بس رقابة دولية لا تفكرون بها مو حقيقة رقابة دولية هي منحازة للجهات اللي موجودة بالسلطة الآن أستاذ نوري وسم مقاطعون طبعا تصدر هذا الوسم مواقع التواصل الاجتماعي كما تعلم وهو دعا إلى المقاطعة وحث العراقيين على عدم المشاركة في هذه الانتخابات ولكن ما الأسباب الموجبة إلى تصدر هذا الوسم ما الأسباب الموجبة إلى أن يطلب يعني العراقيون عموما عدم المشاركة في هذه الانتخابات نعم شوف هسه المقاطعون يعني هسه احنا بعد من تم تحديد موعد الانتخابات وبدت العمليه تتضح شلون راح تكون الانتخابات بداوا كقوى سياسيه اعلنت عن مقاطعتها وكذلك بدات بعض من التشرين او اغلبيه التشرينيين اعلنوا مقاطعتهم وعدم مشاركتهم وحددوا عناوين منهم مقاطعون منهم لن نشارك منهم لا ننتخب عفوا هذه عناوين هي ترفض العمليه الانتخابيه الاسباب الموجبه اللي دفعتهم بهذا الاتجاه هو اجراء عمليه الانتخابات بطريقه غير يعني مهنية خلينا نسميها لأنه جميعهم أو إذا مو أغلبهم جميعهم يقولون نحن مع الانتخابات ولكن بشرطها وشروطها يعني مو انتخابات تفصل على مقاسات القوى السياسية اللي موجودة بالبرلمان حتى تعيد إنتاجها وهي تتصارع فيما ما بينهم يعني كقوى سياسية فيما بيناتها للحصول على اللي تحدثنا به قبل قليل المناصب الرئاسية صحيح الثلاث المهمة هذا مو هذا الأساس الأساس أنه إحنا شو نريد انتخابات
نريد انتخابات مو ما نريد انتخابات يعني المقاطعون اليوم مو ما يردون انتخابات، هم يردون انتخابات بس يردوها مثل ما قلت لك بشرطها وشروطها. شنو هي شرطها وشروطها؟ قانون انتخابات عادل، قانون احزاب فاعل، سلطة الدولة والمتمثلة في الحكومة في تنفيذ هذه القانون، في تنفيذ هذا القانونين، لأنه قانون الأحزاب يفترض أنه يتم تعديله ويكون به بنود واضحة ودقيقة حول استخدام المال السياسي. يعني كل هاي الشروط لم تتحقق أبدا أبدا، لا يوجد أي شرط من الشروط التي ممكن أو تضمن لأي مرشح يدخل في عملية انتخابية وهو يعني يشعر على الأقل يشعر بأنه الدولة هي واقفة بخط سواء ما بينه وبين باقي المرشحين. طيب. وهاي المهمة. الدولة من هو؟ الدولة القوانين. قوانين الدولة التي تنفذها الحكومة يفترض أن تكون متساوية مع الجميع. واضح. مع كل. فلنشك إذن ضيفنا الصحفي عبد الله الفراجي من طارمية في بغداد. مرحبا بك بدن، وهلا يعني تضعنا في تفاصيل ما حصل اليوم في بغداد، يعني كيف كان الإقبال على التصويت وسط التقارير طبعا عن نسب مشاركة ضعيفة جدا في هذه الانتخابات. تفضل. أهلا بك مشاهدي قناتكم الكريمة. أولا اليوم لم يكن نسب انتخابيا كما كان ينتظر البعض، بل كانت مراكز الاقتراع أشبه بمجالس مآتم أو مجالس عزاء. فالكثير من العراقيين أو أغلب العراقيين قاطعوا بالانتخابات، شباب خصوصا فئة الشباب عزفوا على التصويت لأي قائمة أو لأي مرشح، لأنهم كانوا لا زالوا يعتقدون أن التغيير في ظل هذه وجود هذه الأحزاب والميليشيات أمر صعب جدا، خصوصا أن هذه الميليشيات تستخدم المال السياسي ومال الدولة وإمكانيات الدولة في تغطيتها لمرشحيها. طبعا الشباب عزفوا على الشباب في بغداد وريفها، خصوصا في المناطق التي كنت متواجدا فيها ورأيت بعيني عزوف أغلب الشباب كأنهم غير مكترثين بأصواتهم، أنهم يعتقدون لا تغيير في ظل وجود هذه الأحزاب، لا تغيير من خلال صناديق الاقتراع، لأن النتيجة محسومة بالنهاية. هم يقولون بأنها مسرحية، أشبه المسرحية الانتخابات، لأن نتائج هذه الانتخابات شبه محسومة لأحزاب وشخصيات وتحالفات معينة. نعم. طيب ماذا عن الأعطاء التي أصابت أجهزة الاقتراع الإلكترونية؟ كيف أثرت أيضا بنسب المشاركة وأيضا بثقة الذاهبين للإدلاء بأصواتهم؟ خلاص. طبعا مراكز الاقتراع في العراق اكثر من 8,250 مركزا انتخابيا، فيما كانت المحطات اكثر من 55,000 محطه انتخابيه. هنا في حزام في بعد انا حتى الساعه 12 ظهرا كنت في الدائره 12 المنصوره حي الجامعه، لم ارى ذاك المستوى من الطموح، لم ارى تكدس المقترعين أمام مراكز الاقتراع، بل كانت الانسيابية طبيعية جدا، لأنه الشعب أغلب 3/4 الشعب تقريبا لم ينتخب إلا ثلث الشعب، ربع إلى ثلث، يعني 30% كانت انتخابات 35% ليس أكثر. العطل الذي أصاب الأجهزة البيومترية لم يؤثر إطلاقا على الأجهزة على سير العملية الانتخابية، لأنه لا لم يكن يوجد اصلا اكثرهم في المقترعين، كانت العمليه تشير بانسيابي جدا، لانه كان عدد المقترعين قليل جدا، عدد المنتخبين المصوتين امام مراكز الاقتراع قليل جدا. بما في ذلك سواء في الدائره التي كنت فيها قبل 12 صباحا المصروح الجامعه والعامرية أو في الدائرة 16 طارمية والتاجي والمشاهدة التي للآن أنا فيها، والآن أنا أكثر تقل من أحد المراكز الانتخابية التي مكثت فيها أكثر من ساعتين أو 3 ساعات، لم أجد اكتظاظا البتة، كانت المحطة التي فيها المحطة تستوعب أكثر من 10,000 أو 20 أو 15,000 صوت، فما لم يتم إلى هذا المركز.
سواء 2,000 إلى 3,000 اللي يصوتوا. نعم. عدد أفراد الجيش والقوات الأمنية كانت أكثر من الحاضرين للتصويت. نعم. يعني عدد أيضاً يبدو أن أيضاً عدد المراقبين كان جزءهم طبعاً كل المراقبين يدفعون بعض المرشحين. نعم. بعض المرشحين للانتخابات. طيب. الذين يسمعون إلى تقدم أو عزم في هذه المنطقة. نعم سيد عبد الله. الطارمية والتاجي والمشاهدة. سيد عبد الله الفراجي، أين يبدو أن الفرز اليدوي قد بدأ الآن؟ السلطات الأمنية تحدثت عن نجاح خطتها الأمنية بالكامل، كيف تقيم الأوضاع على الأرض والخروق وبعض الخروق وإطلاق النار الذي حصل في أكثر من مكان؟ إطلاق النار طبعاً الذي حدث في بغداد وبعض المحافظات لازم عن بعض المخاوف من القوات الأمنية التي كانت تخيط بالمناطق الانتخابية. طبعاً بعض المنتمين أو العديد من المياه من المنتمين الأحزاب ضمن القوائم حاولوا أن يصوتوا بأكثر المرة. بعض المقترعين مثلاً ذهبوا المنتمين للأحزاب المشافعة ذهبوا إلى مراكز الاقتراع ولم يجدوا أسماءهم مما تسبب في أحداث مشاجرة أكثر في أكثر من مركز، إلا أنه في مناطق شمال بغداد رأيت بمعيني الجيش مدججين بالأسلحة ويحيطون بالاقتراع. نعم. تقريبا كيلومتر مربع في كل الأحياء والأفرع هناك 4 أو 5 إلى 10 جنود مع بعضهم يجلسون ويتأهبون وحاملين سلاحهم بما فيهم أمراء الأفراج. طبعا أمراء الأفراج كانوا منتشرين مع جنودهم في الشوارع وفي الطرقات خصوصا قبل الساعة الواحدة. بعد الساعة الواحدة أغلب الضباط من المراتب العليا وأمراء الأفراج والألوية انسحبوا إلى وحداتهم العسكرية، لكن الصغار حاملين الرتب الصغار إلى حد الآن منتشرين في الشوارع التي شوارع محيطة بمراكز انتخابية خصوصا في مناطق حزب بغداد. نعم سيد عبد الله الفراجي، إذن صحفي من الطارمية في بغداد، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. يبدو أستاذ نوري الفرز اليدوي قد بدأ الآن، ومفوضية الانتخابات حقيقة يعني تحدث من قبل عن أنه سيكون هناك فرز يدوي للنتائج، ولكن ما مدى الوثوق بهذه الطريقة من الفرز اليدوي خصوصا لدينا تجارب سابقة يعني عن عمليات تزوير كبيرة؟ المفوضية أعلنت الآن قبل قليل يعني عن تشكيل لجنة لمتابعة الفرز اليدوي، والغرض من عند الفرز اليدوي هو مطابقة النتائج الإلكترونية. طبعا هي بالنتيجة ما راح يكون أكو خلاف، حتى لو كان فرق يكون في شيء بسيط. بالتجربة يعني الانتخابات السابقة والسبقتها واللي سبقتها من يكون أكو طعن في مركز معين يتم الجرد وبالنتيجة تطلع النتيجة متقاربة، وفي بعض الأحيان يطلعون فد نسبة بسيطة ممكن يكون خطأ يعني. نعم. ويشيرون إلى خطأ. المشكلة هي مو بالفرز فقط، المشكلة فيما قبل غلق صناديق الاقتراع. المشكلة في أثناء إجراء الانتخابات، وتحدثنا عن المراقبين اللي هم ما يقدرون يغطون كل المراكز. صحيح. اليوم الوزارة الداخلية أعلنوا قبل قليل أيضا هم يعني مسكوا 197 أو 198 يعني ما يقارب 200 شخص كانوا يردون يتلاعبون في قضية الاقتراع. زين دول النسبة اللي لزموا يعني احنا ما نفكر بإيجابية. صحيح. نعم. نفكر بالسلبية. ذول اللي نزموا وذول إشقد نسبتهم من اللي كدفهم يزوموا نجحوا ولم يعني أحد يرصدهم مثلا، ما حد رصدهم وحققوا المراد. مو صحيح. هذول اشتغلوا مو بأثناء الفرز، ذول اشتغلوا ما قبل الفرز، اشتغلوا أثناء التصويت. فبالتالي ذول اشتغلوا وما دام اشتغلوا أثناء التصويت هسه على الأقل يعني على الأقل إن كانوا صادقين هذول وين لزموهم؟ المراكز اللي لزموا بهم تنغلق، تلغى الاصوات فيها. صحيح. على الاقل لانه صار فيها خرق يعني كبير. مو صحيح، صار فيها خرق يعني. على الاقل اجراء قانوني. ذولا لزموا بعد ساعه ساعتين من تنفيذهم عمليات التزوير. او شنو اللي كانوا يردونه يعني. فيفترض انه كو هيك اجراءات هسه. احنا الحدث ما سمعنا هيك اجراء. فبالتالي الحدث اللي يحدث واللي يشكل خرق في الانتخابات وممكن يحدوث التزوير هو ما قبل الفرز. ما قبل غلق الصناديق اللي هي هاي المهمة الأساسية اللي يفترض تكون على عاتق المراقبين، على عاتق المراقبين وموظفي
المفوضية. نعم. موظفي المفوضية اللي موجودين بهذه المراكز، نعم، واللي هم مثلا غض الطرف أو تعاونوا أو مررت عليهم تزوير هؤلاء أو تلاعب هؤلاء، ما راح يطلعون نتائج إيجابية أثناء الفرز اليدوي ما بعد غلق الانتخابات الصناديق. مو هيك؟ صحيح. لأنه هي نفس الطاس ونفس الحمام، يعني أنت شتري تغير لي، مو هذا المثل اللي يقول؟ نعم. فبالنتيجة ما أعتقد راح تغير بنتائج بشكل واضح وملموس وجوهري. نعم. إذن في ختام هذه المتابعة الخاصة بالانتخابات نشكر السيد نوري حمدان الصحفي السياسي والباحث السياسي. شكراً جزيلاً لك أستاذ. شكراً جزيلاً لكم. شكراً موصول لكم مشاهدينا الكرام، وهذه المتابعات مستمرة. إذن من الرافدين إلى اللقاء.